أهلا بكم في قناتي. اليوم سأقدم لكم ملخصا عن أهم مستجدات حقل التربية والتكوين، القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. يعتمد القانون الإطار على ثلاث مرجعيات: أولها دستور المملكة، ثانيا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، ثالثا توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي أقرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته. يتجلى جوهر القانون الإطار في إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع. يتكون القانون الإطار 51/17 من ديباجة، تليها 10 أبواب، وبعد ذلك 59 مادة. يتوخى القانون الإطار تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص استنادا إلى عدد من الرافعات، من أهمها أولا تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، ثانيا جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، ثالثا تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، رابعا ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، خامسا مواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة، أخيرا العمل على توفير الشروط الكفيلة بالقضاء على الأمية. من أهم ما جاء به القانون الإطار ضمان تعليم ذي جودة للجميع، ويستلزم ذلك اتخاذ إجراءات من أهمها تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، إعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها، مراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية، إصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار، ثم اعتماد التعددية والتناوب اللغوي، وأخيرا اعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والابتكار ويربي على المواطنة والقيم الكونية. يضم القانون الإطار 10 أبواب. الباب الأول أحكام عامة، يضم مادتين، أهم ما جاء فيهما عدد من التعاريف للمصطلحات الأساسية، أولها المتعلم، ثانيا التناوب اللغوي، السلوك المدني، ثم الإطار الوطني للإشهاد، والأطفال في وضعيات خاصة، والإنصاف وتكافؤ الفرص، ثم الجودة، وبعد ذلك مشروع المؤسسة، ثم التصديق على المكتسبات المهنية والحرفية، والتعلم مدى الحياة. الباب الثاني يشمل مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها. يحدد هذا الباب
أهداف منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومرتكزاتها التي يتطلب تحقيقها نوعاً من التكامل والتناسق والالتقائية بين مختلف مكوناتها ومستوياتها باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال. يضم هذا الباب من 3 إلى 6 مواد. الباب الثالث يتطرق إلى مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها، ويضم من 7 إلى 18 مادة تتلخص في الخطاطة التالية: مكونات منظومة التربية والتكوين حسب القانون الإطار تتجلى في التعليم المدرسي العمومي، التربية غير النظامية، برامج محو الأمية، التعليم الخصوصي، التعليم الأصيل، التعليم العتيق، التعليم العالي والبحث العلمي، ثم التكوين المهني، القطاعين العام والخاص. الباب الرابع: الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماته. يتناول التدابير الملائمة لبلوغ هدف تعميم التعليم الإلزامي بالنسبة لجميع الأطفال البالغين سن التمدرس وصيغ الاستفادة من الخدمات الاجتماعية من أجل ضمان متابعة كل متعلم لمساره الدراسي سواء خلال فترة التعليم الإلزامي أو بعده، كما يتحدث عن جميع التدابير اللازمة لضمان استدامة التعلم والسعي من أجل القضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها وتمكين المستفيدين من الاندماج المهني والاقتصادي لضمان انخراطهم في الحياة العملية، وكذا عن مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة. ويضم هذا الباب من 19 إلى 26 مادة. الباب الخامس يهم المناهج والبرامج والتكوينات، ويتناول الصيغ التي من خلالها تتولى السلطات الحكومية المعنية بتشاور مع مختلف الشركاء ولا سيما منهم الفاعلون التربويون والاقتصاديون والاجتماعيون تجديد وملائمة المناهج والبرامج والتكوينات والمقاربات البيداغوجية المتعلقة بها والسهر على العمل على تنفيذ مضامين الهندسة اللغوية المعتمدة وتطوير موارد ووسائط العملية التعليمية ومراجعة نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي وإصلاح نظام التقييم والامتحانات والإشهاد طبقا للأحكام التالية بعده من هذا القانون الإطار، ويضم من 27 إلى 35 مادة. الباب السادس يخص الموارد البشرية، ويحث جميع المتدخلين المعنيين بتنفيذ المشاريع والبرامج الرامية إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتطويرها للإسهام كل في مجال اختصاصه في تحقيق الأهداف الأساسية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون الإطار والعمل على تفعيلها خلال المدى الزمني المقرر لتنفيذها. ويضم المواد من 36 إلى 39. الباب السابع يشتمل على مبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. يضم التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي
وإعمال مبدأ التفريع من أجل تمكين بنيات التدبير الجهوية والمحلية للمنظومة من ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة إليها. يتألف المواد من 40 إلى 44. الباب الثامن: مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ينص على مجانية التعليم ومواصلة مجهودات الدولة في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنويع مصادره. يضم المادة 45 إلى 52. الباب التاسع: يهم تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة. يتحدث عن نظام خاص للتتبع والتقييم والمراجعة المنتظمة من أجل التأكد من مدى تحقق الأهداف المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون الإطار، والعمل على مواكبة مسار إصلاح المنظومة واقتراح التدابير اللازمة لتطوير أدائها والرفع من مردوديتها وتحقيق النتائج المتوخاة منها. يتضمن المادة 53 إلى 56. الباب العاشر والأخير يشتمل على أحكام انتقالية وختامية تحدد ما يلي: مهام اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة، الآجال المنصوص عليها في هذا القانون، الأحكام الواجب مراعاتها في تنفيذ القانون الإطار. يتألف من المواد 57، 58، و59. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى لقاء آخر في ملخص آخر.